الجو حلو النهارده. اه الحمد لله. هي بس بالليل بره شويه كده بس. الجو تحفه. على الخضار هون كمان الناس تحب تقعد على الخضار هون وطرفهم اخر. والله انت بتستعملوا ده كمان ساعات للناس. انا شفت الحقيقه صرح رائع الحقيقه، يعني مش عارف يعني اقول ايه. مبروك للشعب الفلسطيني الحبيب انه يكون في فعلا قريه او مدينه، مش قريه بقى، مدينه بهذه الروعه وبهذا الجمال وبهذه التقنيات الحديثه جدا جدا في كل شيء. كل حاجه محسوبه ومترتبه، يعني ده أقل شيء بجد أقوله. يعني ربنا يخلي أستاذ بشار الحقيقة، لأنه بجد بجد عامل حاجة أنا ما شفتهاش كتير في بلاد عربية بصراحة. وطبعا يعني المفاجأة والجميل أنها تبقى هنا على أرض فلسطين الحبيبة. الشعب الفلسطيني زي ما كان بيقول لسه أخويا وحبيبي أستاذ بشار، يستاهل أحلى من كده ويستاهل أجمل من كده. شعب الحقيقة عانى وما زال لسه بيعاني، لازم تتعمل له احلى حاجه في الدنيا، وده اللي ان شاء الله يعني يكون فيه اكتر. انا بقول له يا رب يكون فيه اكتر من روابي واكتر من مدينه. الشعب الفلسطيني الحبيب يستاهل كل خير. مدينه روابي هي مثال لكل فلسطين، فلما الناس تيجي تزور مدينه روابي من كل انحاء العالم هي جايه تشوف انجازات الشعب الفلسطيني، وليست مدينه روابي بحد ذاتها. واحنا فخورين بذلك، فخورين انه روابي بتوري انجازات وابداعات الشعب الفلسطيني. اليوم لما يجي فنانين، رؤساء وزراء، رؤساء سياسيين، اقتصاديين يشوفوا روابي، هم جايين يشوفوا انجازات الشعب الفلسطيني فقط لا غير. شباب شباب، فايده سمحتوا. السياحه بيجوا فيها خليك.